بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ على بركة الله وحفظه. أعلنت انطلاقة شوطنا الخامس، والشوط الخامس خصص للأبكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الشعارات الجميلة والمميزة هنا بأرضية هذا الميدان. شوطنا الخامس، والحديث دائما عن هذا الشوط، دائما حديث جميل ومميز. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. يا سلام، أسير للمقدمة، أسير للموقع الرئيسي هنا الشعيرية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مكتوب مطر بن محمد بن رفيع. النقل هنا على المركز الثاني أيضا شعيرية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. النقل على المركز الثالث مصيحة في ثالث المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. النقل على رابع المراكز غيرت خلاص المركز الثالث اللي هي زاهية أحمد بن هلال أبو إبراهيم بن اللي في المركز الخامس اللي في المركز الخامس هناك المسعيد المكتوب سيف بن خلفان الغوص. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة. الله يا زاهية، مسيطرة زاهية تزهو بالمركز الأول، تستعرض على مقدمة الشوط لأحمد بن هلال أبو إبراهيم. النقلة على المركز الثاني، النقلة على المركز الثاني هنا اللي تتواجه فيه بتصوغان والشاهينية على الثاني والثالث المراكز كلهن تعود ملكيته اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. سرابة على رابع المراكز لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان لغوص المركز الخامس اللي في المركز الخامس شوهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر حمد بن راشد. يا سلام، الله، بروبلم والله، بروبلم بروبلم بروبلم. في اي بي، في اي بي بالحقيقة يا زاهية. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو محمد، ما شاء الله يا ابو محمد. تهانينا تهانينا. سلام 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 للخواني، سلام عليكم، سلام. اسعد الله صباحكم كفه وين ما يسكن. احمد بن هلال ابراهيم بمناسبه فوز زاهي بالمركز الاول، هاي لها وصول خط النهايه، معلنه الفوز والناموس. تهانينا والناموس. المركز الثاني اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سرابه لاسمه الشيخ احمد بن سعيد المكتوم. المركز الثالث لاسمه المركز الرابع اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الخامس شوهين للسيد اسمه الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم. المركز السادس لسيد اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز السابع لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. القابضه لاسمه الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم. تاسع المراكز، وفي المركز العاشر والاخير بالحقيقه اللي هي شوهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. توقيت الزمن 6 دقائق 9 ثواني 57 ثانيه. تعالينا والناموس.